Brazil Team 1, Fujian Computing Track Team 1 from Fujian 农林大学. Algeria Team. مجدنا وعهدنا واجب من الوفا يهزنا يهزنا عزنا عزنا. بداية هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الطلبة الجزائريين المتوجين بالمراتب الأولى والثانية في المسابقة الدولية للتكنولوجيات المنظمة بالصين. وكتب رئيس الجمهورية على حسابه الرسمي في تويتر: مبروك لطلبتنا من جامعات ومدارس باتنا، بجاية، الجزائر، الجزائر واحد، البليدة واحد، سعيدة، سيدي بالعباس، وهران وتلمسان، على تتويجهم بالمراتب الأولى والثانية في المسابقة الدولية للتكنولوجيات بشنزن الصينية. بالتوفيق في انتصارات أخرى إن شاء الله. حصلنا على الجائزة الثانية، شاركنا في مسابقة أين تشارك فيها البلدان العملاقة في ميدان تكنولوجيا الاتصال، ونشكر رئيس الجمهورية على دعمه المتفاني لنا، ونشكر كل من ساهم من بعيد ومن قرب في نجاحنا في هذه المسابقة. ونشكر رئيس الجمهورية لدعمنا ومن خلال المساعدة تاعو والدعم تاعو. شكرا جزيلا. ودد الجزائريون: نحن ثرنا بحياة أو ممات، وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر. فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا. ونحن نشهد بأن بلد المليون ونفس شهيد جزء من حضارتي وفخر العرب التي نباهي بها أمم العالم ونفتخر بها من أمام شعوب الأرض. أرحب أصدقائي، فيديو جديد معكم صابر من فلسطين. دولة بحجم قارة مثل الجزائر كان لازم أنها تكرم أبنائها، فبعد ما شفت صور من مدن الجزائر وتوأمها من العالم كله أيقنت أن الجزائر قارة، الجزائر دولة بحجم قارة، ليس قولا وإنما قولا وفعلا. ففي هذا الفيديو سنرى توأم الجزائر في العالم كله فضلا وليس أمرا. بتمنى منكم تفجير هذه الحلقة من خلال الإعجاب والمشاركة والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، وعلشان نوصل صوت الجزائر لكل العالم، وعلشان نثبت بأن الجزائر بالفعل هي دولة بحجم قارة. في هذا الفيديو حنشوف صور ومشاهد للجزائر لن تصدقها أبدا، حنشوف دولة الجزائر القارة، كل معالم التاريخ في العالم ستجدها في الجزائر. من أراد أن يرى العالم عن قرب فليذهب إلى الجزائر. ما بدي أطول عليكم، نشوف أروع المشاهد وأروع الصور لتوأمة العالم من دولة الجزائر. هذه أرض الرجال، هذه بلاد المليون ونص شهيد يكفي، هذه الألجيرية صح، ورد بالك تغلط الآن، خاطر لو كان تغلط الآن، ورب العزة غير نديروا لك بلاصة بالجبانة يكفي. قسما بالله يا شعب الجزائر، إنكم في جبهة المجد منائر، قد درسنا مجدكم في أرضنا، وسمعنا ذكركم فوق المنابر. النضال الحر فيكم فجره، وقصة الأحرار أنتم والضمائر، وتلونا حبكم منشودة كنشيد الروض في نفحة طائر. يا طيور الحمام مري على الجزائر، يا طيور الحمام مري على وهران، يا طيور الحمام مري على أراضيهم وسلمي عليهم. مني السلام عليك، مني السلام عليك يا شعب الشهامة والأدب. أهل الجزائر، أهل الجزائر يا سنا عيني وقلبي والعصر، أهل البطولات التي
لا ينقضي منها العجب. صانوا العقيدة واعتلوا بجهادهم أعلى الرتب. إن لم أحب الجزائر إن لم أحب الجزائر قل لي بربك من أحب. قد قالها يوما حكيم نعم المقولة في الأدب. شعب الجزائر مسلم شعب الجزائر مسلم وإلى العروبة ينتسب. مجدنا وعهدنا واجب من الوفا يهزنا يهزنا عزنا عزنا غاية تشرف وراية ترفرف غاية تشرف وراية ترفرف يا هنا في علاك قاهرا عيداك قاهرا عيداك موطني موطني. مجدنا وعهدنا واجب من الوفا يهزنا يهزنا عزنا عزنا غاية تشرف وراية ترفرف غاية تشرف وراية ترفرف يا هناك في عداك قاهراً عيداك قاهراً عيداك موطني موطني. مجدنا وعهدنا واجب من الوفا يهزنا يهزنا عزنا عزنا غاية تشرف وراية ترفرف غاية تشرف وراية ترفرف يا هناك في علاك قاهرا عيداك قاهرا عيداك موطني موطني. مجدنا وعهدنا واجب من الوفا يهزنا يهزنا عزنا عزنا غاية تشرف وراية ترفرف غاية تشرف وراية ترفرف يا هنا. صراحة هذه الصور وهذه الفيديوهات صدمتني من دولة الجزائر. لم أتوقع أن أرى العالم في الجزائر. بدي منكم تفجروا هذه الحلقة من خلال اللايك والمشاركة والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. وصلوا صوت أهل الجزائر، وصلوا إنه الجزائر دولة بحجم قارة فعلا وقولا. في نهاية الفيديو أحب أشكركم كثير على المتابعة، وياريت تكتبوا لنا في التعليقات رأيكم، هل صدمتم من هذه الصور مثل ما أنا صدمت ولا لا. كل التحية والتقدير للجزائر القارة، للجزائر الأم. كل التحية والتقدير لكل أهلنا في الجزائر. تحية الجزائر وعاشت فلسطين عربية حرة. كان معكم أخوكم صابر كلاب من فلسطين.